مع اقتراب الذكرى الرابعة لاجتياح البحرين من قبل القوات السعودية، تزداد الثورة صمودا وصلابة على مستوى الحراك الشعبي الذي يستعد لفعاليات رفض الاحتلال. فقد شهدت أغلب مناطق البحرين الليلة الماضية مسيرات وتظاهرات رفعت شعارات الرفض التام لقوات الاحتلال وطالبت برحيل تلك القوات. ويرى مراقبون أن القوات السعودية التي اجتاحت البحرين قبل 3 سنوات فشلت في أداء مهمتها في إخمار الثورة، وفيما تصاعدت عمليات القمع التي تستهدف الأحياء والمناطق السكنية فقد زاد الإصرار الشعبي هو الآخر على التظاهر وإعلان رفض الاحتلال مهما كانت المخاطر. المظاهرات التي عمت أغلب المناطق الليلة الماضية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه بعد 3 أعوام من الثورة التي قدمت لحد الآن أكثر من 150 شهيدا ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين، إن قوات النظام غير قادرة على إيقافها أو الحد منها. ومنذ أن استوعبت الثوار صدمة الاجتياح تلك، اكتسبت الثورة ثقة إضافية في تعاطيها مع أساليب القمع وقامت بتطوير أدائها الذي أدى إلى إفشال جميع الخطط الأمنية والعسكرية التي حاول من خلالها النظام المدعوم من قبل قوات الاحتلال القضاء عليها، حيث يقول خبراء أن ذكرى الاحتلال تأتي هذا العام والنظام يترنح أمام صمود وتجدد الثورة التي أذهلت العالم.